شابتر 22 بيحكي لي بنضل احنا في اللاير الثالث اللي هو النتورك لاير، وبعيد وبذكر اهم الوظائف الموجوده عندي في النتورك لاير اللي هو اللوجيكال ادرس او الادريسنج، واخذنا اهميه الاي بي وانه وظيفه الاي بي وين بتوصلني، او لاير 3 شو وظيفته وين بيوصلني او المدى اللي بيوصلني في هذا اللاير. وايضا من اهم التاسكس الموجوده في هذا اللاير اللي هو الدليفري، انه بيصلني باكيت، اوكي بدي اوجه هذا الباكيت اجاني من بوابه معينه على اي بوابه مخرج راح يطلع هذا الباكيت حتى يصل للديستنيشن. فالعمليات اللوجيكال ادريسنج او العمليات العنوانيه خلينا نحكي الموجوده في هذا اللاير اللي هي الاي بي، الاي بي ادريس، الاي بي بروتوكول، بالاضافه لعمليات الروتينج والتوجيه هذا الباكيت او الباكيت اللي بتكون موجوده عندي حتى تصل الى الديستنيشن. للتذكير الروتينج موجود بلاير 3 دائما وابدا، يا اما بيكون موجود بانترميديت ديفايسز زي الروتر او سويتش لاير 3، اهم شيء يكون واصل العمليات الموجوده فيه للاير اللي هو لاير 3. ايضا بيكون بالهوست دائما وابدا، لان الهوست جهاز كمبيوتر على سبيل المثال، وهذا الجهاز بيكون عنده 7 لايرز، او اي جهاز خلينا نحكي هوست وهذا الهوست في عنده 7 لايرز، اذا ضمنيا راح يكون في عنده روتينج تيبل، وهي الروتينج تيبل بيستخدمها الجهاز في عمليه التوجيه من جهاز الى جهاز اخر، ولكن الجهاز هو المصدر، هو اللي بيعمل الترافيك جنريت حتى انه ينشئ هاي الباكيت ويمررها من هذا الجهاز اللي هو السندر حتى تصل للديستنيشن. راح نشوف انه الديستنيشن ممكن يكون جنبك، بيكون نفس الشبكه، او بيكون عندي في شبكه اخرى. استخدامه للروتينج بروتوكول، سوري روتينج بروتوكول والروتينج تيبل الموجودات على الهوست بتساعد تصل لانترميديت ديفايس يمتلك لاير 3. الانترميديت ديفايسز بيوصلنا لانترميديت ديفايسز اخر حتى اصل للديستنيشن. ايضا الديستنيشن بيكون عنده روتينج تيبل، بس هو راح يستلم هاي الباكيت او هاي الرساله او هاي الحزمه بناء على الديستنيشن اي بي ادرس. اذا راح نشوف عمليه التوصيل ما بين الأجهزة وعملية الديليفري والدايركت وإنديركت ديليفري. لاحظ في المثال الموجود عندنا بالنسبة للدايركت ديليفري عندي نحكي روتر، ودائما وأبدا لو ننتبه إنه هذا الرمز في معظم الكتب هو رمز الروتر من غير ما يكتبوا إنه هذا روتر، فدائما وأبدا السلندر هو عبارة عن روتر أو الآيكون أو اللوجو لأي جهاز روتر. وعندي المستطيل بسهمين متعاكسات هو دائما وابدا بالكتب والمجلات وعن طريق المواقع الموجوده على الانترنت هي بمثل السويتش، فحتى لو ما كتب انه هذا سويتش من خلال هذه الرسم من خلال هذه الايكون انا بعرف انه هذا الجهاز عباره عن سويتش. هذا الجهاز روتر، في بعض الاحيان بيحكوا عنه روتر وفي بعض الاحيان بيحكوا عنه الجيت واي، ذا سيم ثينج، يعني هذا الروتر ممكن يكون عليه اكثر من انترفيس. حتى المسميات احنا بنلاحظ مسميات البورتس مختلفة شوي. الروتر على سبيل المثال إذا كان هذا روتر ممكن يكون عليه أكثر من مدخل وأكثر من مخرج، فهذا على سبيل المثال منفذ، منفذ وأربع منافذ، أسماءهم بالروتر هي interfaces. الانترفيس بربطك مع network، السويتش بنسميه port، فعلى سبيل المثال ممكن يكون عندي أربع منافذ ولكن هذا الاسم بالسويتش احنا بنحكي عنه ايش؟ بورت. ففي بعض الاحيان احنا بنحكي عن الروتر اللي هو جيت واي او بنحكي عنه اللي هو روتر، بس انت على الجيت واي اللي هو هذا الانترفيس انت مربوط على اي شبكه؟ ان 1 او شبكه ان 2 او شبكه ثالثه ان 3 او شبكه رابعه. الان الترافيك دخل من نتورك نمبر 4 بده يروح بده يطلع من احد الانترفيسز الموجوده عندي، اما interface number 1, interface number 2 او interface number 3، فبالتالي بده يتحدد عمليه انه يخرج من اي منفذ interface موجود عندي بتم من خلال عمليه بروسيس معينه داخل هاي الروتر، بيستشير فيها الروتينج تيبل اللي راح نشوفها كيف ببناها وكيف بوزعها على بقيه الروترز حتى يعملوا لحالهم up to date بالداتا الموجوده عندي حتى يصل هذا الباكيت اللي دخل عندي من الانترفيس رقم 4 حتى يتوجه على احد هاي المخارج. طبعا بالمثال الاول اللي هو الدايركت ديليفري
اذا بتلاحظ انا عندي كمبيوتر هوست نمبر 1 وهوست نمبر 2، هذول موجودين بنفس الشبكه لانهم هذول مربوطين على نفس الانترفيس، على نفس الانترفيس. يعني لو كان هذا الجهاز عنوانه 192 على سبيل المثال، 168 110، وهذا الجهاز برضو الاي بي ادرس تاعه 192 168 112، هذا اللي هو الجيت واي تاعته 192 او الانترفيس 192 168 111 على سبيل المثال. بكون عندي لما بدي اعرف كرت الشبكه الموجود عندي هون بدي حاجه الى ثلاث معلومات. المعلومه الاولى اللي هو الاي بي لهذا الجهاز، الان السبنت ماسك ممكن احكي كلاس سي اللي هو 24، او ممكن احكي 255 255 255 0، ذا سيم ثينج انه 24. بالاضافه لازم اعطيه الجيت واي اللي هو 192 168 11. لا تنسى النتورك ادرس ممكن يكون عندي مختلف، راح يكون عندي اول رقم لهذا الكلاس اللي هو 168 10 10، والبرودكاست بس للتذكير هو 1255. اذا هذا النتورك وهذا خلينا نحكي البرودكاست ادرس بناء على السبنت ماسك الموجود عندي. الان كيف الجهاز راح يعرف انه بده يتواصل مع جهاز من داخل الشبكه او خارج الشبكه؟ هذا الاتصال الموجود عندي اللي هو دايركت ديليفري. دايركت ديليفري الجهاز اللي بده يرسل دائما وابدا بيكون عنده تو اي بيز، اي بي اللي هو سندر اي بي وريسيفر اي بي، يكون عنده تو اي بي ادريسز. الاي بي ادريس الاول اللي هو الاي بي ادريس له، وهذا خلينا نحكي السندر، وهذا عنده ايش؟ الريسيفر. يعني الباكيت قبل ما يطلع بالهيدر، تتذكروا فورمات الباكيت، لازم احط هاي المعلومتين اللي هو سندر اي بي والريسيفر اي بي. الان عمليه بسيطه راح اقوم فيها، اذا بعمل اندنج مع الماسك، اذا بعمل السندر بحوله الى باينري وبعمل اند مع الماسك اللي هو 255 255 255 0، اوكي، والريسيفر بعمل اللي هو الاي بي هذا، بعمل اندنج مع السبنت ماسك لهذا الجهاز، لانه هذا الجهاز هو اللي بده يرسل. الان عندي اف ستيتمنت بسيط، اذا كانت النتيجه من السندر مع الماسك يساوي النتورك ادرس، نتورك ادرس، واذا طلعت نتيجه ايضا الريسيفر بعمل اندنج مع نفس السندر ماسك وطلعت ايضا النتيجه نفس النتورك ادرس، اذا انا بعرف انه السندر راح يبعث رساله لمين؟ لجهاز داخل الشبكه. دائما وابدا بالباكيت راح يكون عندي معلومتين، السندر اي بي والريسيفر اي بي. السندر اي بي بعمل اندنج مع الماسك، والريسيفر بعمل اندنج مع الماسك، اذا كانت الاوتبوت النتيجه تساوي النتورك ادرس. نتورك ادرس في هذا المثال لازم يطلع عندي 192.168.1.0، اذا السندر راح يبعث باكيت، ولكن هذا الباكيت راح يكون داخل ايش؟ الشبكه. فبنسميها دايركت ديليفري. دايركت ديليفري فهو من خلال الارب، اذا بتتذكروا راح يشيك على الارب تيبل الموجود عنده، هل تم التواصل مع الجهاز الثاني اللي الريسيفر قبل هيك؟ اذا يس بيستخدم الماك ادرس الى الهوست الريسيفر، هذا بغلف الباكت بالفريم وبيبعثه ايش؟ بشكل مباشر لهذا الهوست يونيكاست. اذا لا بيستخدم الارب بروتوكول، اذا بتتذكروا انه بيغلف وبيعمل برودكاست، بيسال يعني لسه ما غلب بالفريم الداتا، هو الان بده يعرف الماك ادرس للهوست الريسيفر. الان بس يرجع له بيبعث برودكاست لكل الاجهزه الموجوده بالشبكه، اللي راح يرد عليه فقط جهاز واحد المعني صاحب هذا الاي بي اللي هو الاي بي لاخره 12، فبيرجع عليه بيعطيه ايش؟ الماك، وبيخزنه عنده مؤقتا فور فيوتشر ريفرنس، انه في حاله اني انا بدي اتواصل مع هذا الجهاز بشكل بالمستقبل. الان بغلفه بكون في عندي ايش؟ الماك موجود، ماك للسندر وماك للريسيفر، فبقدر ابعث ايش؟ هذا الباك. الان وات اف انه بعد عمليه الاندنج اللي عملتها، بعد ما اعمل اندنج طلع النتيجه مش النتورك خلينا نحكي ادرس، اذا ما طلع النتورك ادرس بالسندر، اذا ما طلع لهذا الجهاز، انا بعرف بهاي الحاله انه راح تبعث رساله مش لجهاز موجود عندي داخل الشبكه، لجهاز راح يكون عندي ايش؟ خارج الشبكه. فبنسميها اندايركت.
الآن إذا أنا بدي أتواصل مع جهاز خارج الشبكة، مسؤولية مين؟ لمين بدي أوصل النقل الأولى أو الحب الأول أو المرحلة الأولى؟ التواصل بعد عملية الأندنج مع الماسك ما طلع عنوان الشبكة المحلية، طلع عنوان شبكة أخرى، إذا أنا بعرف أو بفهم أو الجهاز السندر راح يعرف إنه هذا الجهاز اللي أنا بدي أتواصل معه مش موجود عندي داخل الشبكة، هذا الجهاز موجود عندي إيش؟ في شبكة أخرى خارج الشبكة المحلية. الآن أول شيء راح يقوم فيه هذا الجهاز اللي هو الإرسال أو التعامل مع الجيت واي. الجيت واي هو المنفذ الوحيد اللي راح يطلعك برا الشبكة، هو المنفذ الوحيد اللي راح يطلعك خارج الشبكة، وإحنا بنحكي عن الجيت واي اللي هو الروتر. فأنا لازم في أول مرحلة بالإندايركت ديليفري إني أوصل الرسالة أو الباكيت للجيت واي، والان بتصير مسؤوليه الجيت واي يكمل الطريق حتى تصل اللي هو الديستنيشن. طيب نفس العمليه، طبعا كل جهاز موجود بالشبكه لازم يتواصل مع الجيت واي، فبالتالي بيكون عنده خلينا نحكي الماك ادرس للانترفيس اللي هو الجيت واي. اذا ما عنده راح يستخدم الارب زي ما حكينا، يبعث للكل، بس مين راح يرد عليه؟ راح يرد عليه الروتر ويعطيه ايش؟ الماك ادرس لهذا الروتر، بعدين بيغلف وبيبعت الرسالة للروتر، والآن مسؤولية الروتر يمررها لروتر 2، روتر 3، روتر 4، حتى تصل الروتر اللي هو الجيت واي للديستنيشن، بعدين بوصلها بقفزة أخيرة للجهاز المعني. إذا راح تنتقل من أكثر من روتر حتى تصل اللي هو الجهاز المعني اللي هو الديستنيشن في هاي الحالة. الى الامام كمان شوي راح نشوف مثلا الارب سبوفينج، انه جهاز اخر يدعي انه هو الروتر، فبالتالي تصير عمليه النقل انه الجهاز بالوسط انه يدعي انه هو الجيت واي، فالترافيك راح يمشي من خلاله بعدين بيكمل للروتر الحقيقي. راح ناخذ هاي السيناريوز في ماده اللي هو الماده الثانيه او الجزء الثاني اللي هي ماده السكيورتي. اذا مبدئيا في عندي النقل والتواصل ما بين الاجهزه راح يكون نوعين، يا إما Direct Delivery أو Indirect Delivery. Direct Delivery بيكون التواصل بجهازين بنفس الشبكة وبكون بشكل مباشر. Okay. طب كيف بدي أعرف أنه أنا Direct ولا Indirect؟ في عملية الأندينج مع الماسك، إذا طلع الأندينج للسندر والريسيفر IP address تبعهم Network address، إذا هذول بيكونوا بنفس الشبكة. Otherwise إذا ما طلع كل واحد طلع بقيمة مختلفة بأدرس مختلف، إذا التواصل راح يكون عندي إيش؟ Indirect. في حالة الاندايركت لازم أوصل دائماً وأبداً الرسالة اللي أنا بدي أبعثها للجيتوي، والجيتوي هو بده يتصرف يكمل الطريق حتى تصل اللي هو الديستنيشن. الآن في عملية الفوروردينج، إذا في عندي راح نشوف أكثر من فورورد تكنيكس، بس عملية الفوروردينج هاي مبتكرة فقط لكل الأجهزة التي تمتلك لاير 3. لاير 1 ولاير 2 زي الهب والسويتش ما في عندها عملية فوروردينج، ما بتعاملوا أصلاً مع إشي اسمه أي بي، فقط الأجهزة زي الهوست والروترز والسويتش لاير 3 هم اللي بيقدروا يتعاملوا في عملية الفوروردينج. الآن فوروردينج ما بيكون بشكل مباشر، أنا كيف بدي أوجه جهاز وصل عندي، كيف بدي أوجهه إذا ما كان عندي معلومة، ما كان عندي تيبل، وهذا التيبل يحتوي على معلومة حتى أقدر أصل فيها للديستنيشن. أنا بقدر أشبه كهيك مثال بسيط، الروتينج تيبل إذا بدك تروح للمطار في عندك بيج سكرين، هاي البيك سكرين تحكي لك إذا أنت مسافر على الخطوط الفلانية اتجه إلى بوابة رقم 5 أو بوابة رقم 6، فكل شركة طيران إلها بوابة بالمطار، فهاي بقدر أعتبرها اللي هو روتينج تيبل. أنت المطار راح يكون فيه بوابات كثيرة، أجنحة كثيرة للقادمون مغادرون إلى آخره، فأنت بالمغادرين بدك تروح بدك تشوف بوابة معينة، إذا من خلال هاي التيبل من خلال البيك سكرين إنه تقدر تحدد أي جيت بدك تروح حتى تصل للديستنيشن. اذا لازم يكون في عندي معلومه، واذا بتلاحظ بالمطارات انه هاي السكرين اب تو ديت لايف، يعني بتبث بشكل ايش؟ مباشر، دائما وابدا متغير. اذا صار عندي حدث انه الخطوط هاي تغيرت من بوابه 5 الى بوابه 6 بصير في عندي ابديت، فانت اذا بترجع لهاي الشاشه بتقدر تحدد على اي بوابه بدك تطلع. نفس العمليه بالروترز او الهوست، الجهاز السندر عنده روتينج تيبل، من خلال هاي الروتينج تيبل تقدر تحدد اي منفذ، او تقدر تحدد هذا الجهاز اي منفذ يطلع من عندي ايش؟ هذا الباكيت. في عندي مشكله يجب انها تكون السرعه عاليه جدا في عمليه استرجاع المعلومه من الروتينج تيبل. لو كانت عندي داتا كثيره والداتا معقده
وبتاخذ مني وقت طويل جدا، اذا في عندي ديلي. طبعا انت لا تحسب على باكت واحد، والروتر ما بيخدم جهاز واحد ولا بيخدم يعني بيخدم مجموعه من الشبكات على اللاير اللي هو بيخدمه، فبتكون عندي اللود عالي جدا على الروتر. ولا تنسوا الديلي والتوتال ديلي، اذا بتتذكروا الديلي والتوتال ديلي حكينا فيه انه الديلي هو عباره عن بروبوجيشن ديلي، ترانسميشن ديلي، كيوينج ديلي، وبروسيسنج ديلي. فبرضه من العوامل اللي بتاثر على التوتال ديلي انه انت قديش قعدت بالروتر حتى تاخذ قرار وتطلع من انترفيس معين. فاذا كان عندي لود او ورك لود عالي جدا على هذا الروتر واخذ وقت اطول، انه الاصطفاف بالكيو اخذ زمن، بالاضافه عمليه البروسيسنج انه يقدر يحدد لي هذا الروتر اي اتجاه اتوجه منه، دخلت من بوابه رقم واحد واخرج من بوابه رقم سته على سبيل المثال، هذا الوقت محسوب بالتوتال ديلي. فيجب انه يكون عندي الروتينج تيبل يكون يعني فيري سمبل قدر الامكان حتى اقدر استرجع منه المعلومه باسرع وقت ممكن. فلو قارنا مثلا المحتوى لتيبل، لو حطيت في هذا التيبل مثلا يكون في عندي الروت كامل، يا ريت ننتبه للشبكه وبعدين نرجع ل خلينا نحكي للجداول. في عندي باكيت بيطلع من هوست A اللي هي موجود في النتورك مثلا نتورك 1، انا موصول مع ار 1 من خلال الشبكه اللي بالوسط بين الار 1 والار 2، ار 2 الروت الثاني حتى اصل للديستريشن. فعملية الروتينج الآن لو حكينا الروتينج تيبل الموجودة على هذا الجهاز اللي هو البوست، إيش الأشياء الموجودة فيها؟ في أحد السطور الموجودة بهذا الروتينج تيبل بيحكي لي إذا أنت بدك تصل هذا الجهاز بدك تمشي من R1 لR2 من R2 حتى تصل اللي هو إيش؟ عندي أنا الفول باث خلينا نحكي أو الروت كامل موجود عندي في سطر داخل الروتينج تيبل. طيب بالنسبة لR1 ايش الداتا الموجوده فيه حتى تصل الى بي، حتى تصل لبي اللي هو جهاز بي اللي بدك تصل له، بدك تمر على R2 ومن R2 بدك تصل لبي. طيب الروتينج تيبل لجهاز R2 راح تكون اذا بدك تصل من احد الانتريز الموجوده عندي، اذا بدك تصل بي اذا مباشره بتقدر لانه انا دايركت كونكشن مع هذا الجهاز فبتقدر تصل له بشكل مباشر. هاي الطريقه بسميها اللي هي الروت بيز اون روت، بحط الكل تاب الكل روت من هوست A، الباكت راح يطلع من هوست A حتى يصل الديستريشن اللي هو B. الطريقة الثانية انه لا انا مش داعي اني اعرف الطريق كامل. ليش اعرف؟ يعني اذا بتكون عندي رحلة من عمان الى العقبة بدي اشوف الكل بوت انه بدك تصل عمان مادب الكرك الطفيل معان حتى تصل العقبة على سبيل المثال. ما في داعي اخذ الكل روت حتى اصل للديستريشن، انا مجرد بهاي المرحلة اعرف النكست هوب بكفي، يعني الان من عمان مادب الان بس اوصل هناك بعرف شو هو ايش النكست هوب. فالبيز اون نكست هوب بالنسبه لجهاز A بدك تصل B، اذا المرحله الاولى والمعلومه اللي انت بس بدك تعرفها انه حتى تصل B اصل في البدايه الى الروتر اللي انت موصول عليه اللي هو الجيت واي اللي هو R1. الان بس اصل هون بحكي لك حتى تصل، هذا بالنسبه لR1، حتى تصل الى B في عندك لازم تخرج من منفذ معين اللي هو مشكوك على R2، فبعرف انا النكست هوب اللي هو ال R2. الان بال R2 حتى تصل الى B ما عندي نكست هوب لانه هي مباشره موصوله على B. فالطريقه الاولى تعتمد على الفول باث، والطريقه الثانيه اللي بتوصلني من خلال اللي هو ايش نكست هوب. الهدف هون اني انا يكون عندي المعلومات بالروتينج تيبل اقل ما يكون، بس بنفس الوقت بتؤدي الغرض انها بتوصلني للديستنيشن حتى اقلل من عمليات البروسيسنج تايم وريتريف للداتا. ايضا ممكن اعمل كالتالي انه كل روتر بهاي الطريقه انه هل اكتب عنوان كل جهاز ولا عنوان الشبكه؟ هل انا اكتب بالروتينج تيبل عنوان كل جهاز ولا على سبيل المثال عنوان الشبكه؟ نتخيل مثلا في جامعه الاميره سمية عندي مجموعه من الاجهزه، هل الروتينج تيبل الموجود عندي كل جهاز كيف اصل له واكتب عنوان كل جهاز، ولا من برا بالنسبه للناس اللي برا بدها تتواصل وتبعث باكيت لهاي الاجهزه الموجوده بالجامعه؟ راح نشوف الفرق انه احط بالروتينج تيبل جهاز جهاز هوست هوست، ولا احط
عنوان الشبكة. الآن بس تصل عندي عنوان الشبكة، بعدين بقدر من خلال هذا العنوان أوصل الرسالة. مثال آخر، يعني تخيل لو شخص عادي بده يبعث رسالة لطالب موجود في الجامعة، الآن هو لو كتب بعنوانه للجامعة وبس يصل بريد الجامعة، بريد الجامعة بيفرز لأي طالب. الآن بالنسبة للخارج الجامعة ما فيش داعي يعرف عنوان الطالب بالضبط الموجود داخل الجامعة، فبقلل أنا من كمية العناوين اللي راح تكون موجود عندي في الروتينج تيبل. نشوف المثال بالنسبة لـ R1 والنتورك. لاحظ أنه الروتينج تيبل على سبيل المثال في الهوست اللي هو هذا الجهاز الأس، بس بيست أنه إيش الهوست سبيسيفيك، أنه جهاز A يعني الجهاز أس بده يبعث لأحد الأجهزة الموجودة عندي، جهاز دي ولا سي ولا بي ولا A، فهو بالروتينج تيبل تاع أس موجود عنده. إذا بدك تصل جهاز A بدك من خلال R1 النكست هوب بي سي دي. لاحظ انه بهذا المثال انا تخلصت من الفول باث او الروتينج، خلينا نحكي الان انا نيكست هوب حتى اصل لاحد هاي الاجهزه. فبتلاقي انه مجموعه او عدد السطور، طبعا المثال هذا بسيط، يكون عندك اربع اجهزه، تخيل انه من كلاس سي ولا كلاس بي، قديش عدد الاجهزه اللي بتكون موجوده عندي، فكم عدد السطور الموجوده بالروتينج تيبل. الان ممكن الخص، بدل ما اخزن بالنسبه ل الهوست اس اللي بده يتواصل مع هاي الاجهزه الموجودين في نتورك 2، ما فيش داعي اني اعرف كل جهاز وين موجود او كل جهاز كيف اصل له. بصل للنتورك، ومن بس اصل للنتورك بقدر اروح للجهاز بشكل مباشر. فبدل ما يكون عندي لكل جهاز سطر خاص بي، لا، انه هاي الاجهزه كلها موجوده في النتورك 2. فانا محطوط عندي حتى اصل للنتورك 2، يعني عنوان هاي الاجهزه كلها، عنوان الاجهزه هاي كلها، حتى اصل للنتورك 2، اذا انا بدي اخذ من هذا الهوست ل R1. طبعا بس اصل R1 هو بمرر لي اذا بدي اتواصل مع جهاز A او جهاز B او جهاز C او جهاز D من خلال الاي بي للديستنيشن اللي راح يوصلني لهذا الديفايس، لانه بالباكت على الهيدر موجود عندي اللي هو عنوان الجهاز اللي انا بدي اتواصل معه. بس لاحظ بالطريقه الاولى اللي شفناها انه يكون عندي الروت كامل، لا اختصرناها للنكست هوب. طيب بدك لكل جهاز يكون في عندك عنوان، لا، بدل كل جهاز انا بحكي عن ايش الشبكه، فبقلل عدد السطور الموجوده عندي، فبالتالي بتسرع في عمليه ريتريف، خلينا نحكي المعلومه الموجوده في الروتينج تيبل. فهذا مثال على انه يكون كل جهاز، مثال على كل جهاز موجود عندي او يكون عندي ايش للنتورك. فدائما وابدا بالروتينج تيبل بيكون عندي فقط، لا بدل ما يكون على هوست بيس، لا بيكون نتورك بيس، بيكون عندي فقط للشبكه، بس اصل الشبكه. الان بصير في عندي تفصيل اكثر حتى اصل للجهاز المعني اللي هو الديستنيشن. ايضا في عندي طريقه اخرى اللي هو الديفولت ميثود. مش ضروري تعرف بالنسبه للروتينج تيبل، مش ضروري تعرف كل العناوين الموجوده عندك بالانترنت. انت تحكي عن مليارات العناوين حتى تصل للشبكات الموجوده والاجهزه الموجوده على الشبكه العنكبوتيه. انت ممكن تعرف جزء من المعلومه او معلومه معينه، والمعلومه اللي ما بتعرفها ممكن تمررها لروتر اخر، وهذا الروتر هو اللي ممكن يوصلك للنكست ستيب. يعني بالنسبه للروتينج تيبل الموجود عندي اللي هو هوست A، الان اذا بدك تصل لنتورك 2 او جهاز معين بنتورك 2، تقدر انه النكست هوب اللي هو R1. طيب اذا بدك تصل لاي جهاز اخر R1 ما بخدمه، اني اذر اللي هو الديفولت، خلينا نحكي ديفولت روت، يكون عندي قيمه معينه او ديفولت ميثود، يكون عندي اذا عدا ذلك، يعني اذا بدك تصل لاي جهاز موجود على انتو نتورك 2 بتروح على R1، عدا ذلك بدك تروح وين؟ على R2. فانا ما بقدر اكتب كل الاجهزه الموجود عندي بالسطور هاي على هوست A، انا الموجود عندي اذا بدك تتصل له بشكل مباشر، عدا ذلك لا، انت بدك تروح لروتر اخر. هذا الروتر 2 اذا طلبت منه عنوان مش موجود عندك، ممكن هذا الروتر اللي هو ايش يساعدك ويقدم لك ايش هاي الخدمه. للتوضيح اكثر، ممكن تسال شخص عن عنوان مكان معين بالعاصمه عمان. هذا الشخص ما بيعرف كل الاماكن الموجوده، ما بيعرف كل الاماكن الموجوده، ممكن بيعرف 10 اماكن. الان اي مكان اخر ما بيعرفه، يعني انت سالته استرجع معلوماته، لا انا هذا المكان ما بعرفه، راح يحولك لشخص اخر ممكن يقدم لك المساعده اكثر منه.
فبقول لك لا روح لفلان، وانت بتسال فلان اللي هو الشخص الاخر ممكن تلاقي عنده ايش هاي المعلومه. ايضا اذا الشخص الاخر ما بيعرف ممكن يحولك لشخص ثالث رابع حتى تصل الى شخص ممكن يدلك على المعلومه اللي انت طلبتها، او يدلك على المكان اللي انت ايش او العنوان اللي انت طلبته. فهاي بنسميها اللي هي ديفولت ميثود. فدائما وابدا بيكون عندي في خلينا نحكي معظم الروتين تيبل بتلاقي اللي هو اني اذر، انه الديفولت ميثود اذا انا مش موجود عندي من ضمن القائمه انا بحولك لروتر اخر، الروتر الاخر ممكن ايش هو اللي يساعد. للتوضيح مره اخرى ممكن واحد يسالك عن الهايد بار بعمان، طيب انت بتسال 1 2 3 4 مش موجود، اذا يا ريت تسال شخص اخر لانها مش موجوده اصلا بالاردن، حتى يدلك نلاقيها يقول لك هاي موجوده في مكان اخر على سبيل المثال. فمش ضروري كل المعلومات تكون موجوده عندي ايش في الروتينج تيب. المعلومات الموجوده على خلينا نحكي على الروتينج تيب، ايش المعلومات اللي ممكن تكون موجوده عندي وتساعدني في عمليه التوجيه. طبعا لو اخذنا مثال اللي هو الكلاسلس، الكلاسفول على فكره هو حالي خاصه من الكلاسلس، احنا بنعرف الكلاسفول اللي هو 8 16 24. الكلاسلس ممكن يكون اي رقم اب تو 30، لانه زي ما حكينا المره اللي فاتت اقل شبكه بحاجه الى اربع عناوين، فانت بحاجه الى 2 بت لوب الاربع الاساسيين، انت بحاجه الى 2 بت، فانت معك من واحد الى اللي هو 30 از ماكسيموم. فالكلاسفول هو حالي خاصه من الكلاسلس. فانا من خلال العمليه اللي نحكي الفوروردنج بس باستخدام اللي هو ايش كلاسلس ادرس، انا بيجيني باكيت على سبيل المثال بعمل اكستراكت للديستنيشن ادرس، العنوان اللي انت ما بيهمني من وين جاي، بيهمني وين رايح. لاحظ دائما وابدا بالنسبه للروتين تيبل ما بيهمه المصدر، بيهمه ما بيهمه السورس، بيهمه ايش الديستنيشن. الان ببحث في سيرش تيبل على الروتين تيبل حتى يلاقي المعلومه انه المحطه اللي بعديها اللي انا راح اوصلك لهي المحطه، ولما تصل هاي المحطه تتوجه ل الديستنيشن. فلازم احدد رقم المخرج، اي بوابه راح تطلع منها حتى تصل للنكست هوب. هاي عمليه السيرش بصراحه مهمه جدا، طلاب الدراسات العليا بيهتموا فيها، وفي ابحاث كثيره بالنسبه للاي بي فيرجن 6 والاي بي فيرجن 4، انه دائما وابدا الاقي مثلا طريقه معينه ستراكشر معين انه ابحث عن معلومه من ملايين السطور، ملايين السطور باسرع وقت ممكن. فبتلاقي اكثر من اليه وبتقارن هاي الاليات وتشوف الافضل في عمليه استرجاع المعلومه. ولا تنسى يعني معظم الروترز مواصفاتها يعني مش زي سوبر كمبيوترز، مواصفاتها عاديه في عمليه استرجاع الداتا، حتى الذاكره الموجوده فيها ما بتكون عندك تيرا بايت والى اخره، بتلاقي حجم الذاكره الموجوده فيها ايش قليله، ممكن تكون سريعه ولكن حتى سرعتها مقارنه بالاجهزه الحديثه بتكون متواضعه في عمليه السرعه. الان الهدف انه يكون عندي الروتينج تيبل ابسط ما يكون، واذا كانت الداتا موجوده ايش الطريقه اللي اقدر استرجع منها الداتا باسرع وقت ممكن، ما يكون عندي ديلي، بكون عندي البروسيسنج تايم اقل ما يكون. الروتينج تيبل اقل فورمات خلينا نحكي لازم يكون عندك، اذا بنحكي عن كلاس ادرس يكون عندك الماسك، يكون عندك الماسك، والماسك مهم جدا. اذا لاحظنا في عمليات السبنتنج اذا تتذكروا في محاضره السبنتنج مهم جدا اني اعرف الماسك، من غير الماسك انا ما بقدر احدد، يعني اذا اعطيتك اي بي ادرس واقول لك هذا الاي بي ادرس من اي شبكه، من غير السبنت ماسك ما تقدر تقول لي هاي من شبكه A ولا B، لانه من خلال السبنت ماسك تقدر تحدد لي انه هاي نتورك 1 من نتورك 2، اذا اعطيتك اي بي ادرس احد ارقام الاي بي ادرس بس لوحده واقول لك انه هذا الاي بي ادرس من اي شبكه، ما بتقدر تحدد الا يكون معك معلومه اخرى، وهي المعلومه الاخرى اللي هي ايش السبنت ماسك. قبل شوي شفنا بالدايركت واندايركت ديليفري، من غير السبنت ماسك انا ما بعرف ان انا بحكي مع جاري ولا بحكي مع جهاز خارج الشبكه المحليه، فضروري جدا يكون عندي معلومه، وهي المعلومه اللي هي الماسك. المعلومه الثانيه النتورك ادرس، انا ما بحكي عن الهوست ادرس، انا بحكي عن النتورك ادرس، يعني مجموعه من الاجهزه لهم عنوان واحد حسب الكلاس الموجود عندي، ممكن يكون 128، ممكن يكون 512، ممكن يكون 1024 جهاز حسب الكلاس الموجود عندي، حسب الكلاس الموجود انا بحدد عدد الاجهزه.
تذكروا كيف عرفنا أول جهاز وآخر جهاز وعدد الأجهزة من خلال فقط معلومة اللي هو أحد الـ IP address لهذه الشبكة بالإضافة للماسك. طيب عندي الماسك وعندي الـ network address، نحكي عن الـ destination.